لو قال قائل: ما الدليل على ما يقوله العلماء أن الإنسان يعامل بنقيض قصده؟ نقول: من بين أدلة هذا الكلام هذا الحديث، إذ قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهناك نصوص أخرى من بينها قوله عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وغيره، قال: ليس لقاتل ميراث. لما؟ معاملة بنقيض قصده.